ترزح منطقة أولاد عمران الواقعة بإقليم سيدي بنور تحت نير ووطأة التهميش والهشاشة واللامبالاة على جميع الأصعدة والمشارف. فالغياب التام لمظاهر التنمية والنماء هو العنوان الأبرز في كل الجامعات التابعة له. واقع ازدادت مراراته ومآسيه مع إصابة نباتات الصبار هبة الله من السماء لأهل هذه المنطقة الطيبة التي لم تجد لها نصيبا حتى من شعارات المبادرات الوهمية والمشاريع المزيفة التي تتغنى بها الجهات الرسمية. معاناة ابتدأت مع أول ظهور لهذا المرض الغريب منذ أزيد من سنة لينتشر بسرعة رهيبة ليأتي على الأخضر واليابس من نباتات الصبار التي تعتبر مصدر دخل مهم لساكنة عدد كبير من الدواوين فضلا عن كونها فاكهة الصيف المفضلة. مع تطور المرض واتساع دائرة انتشاره أصبحت النباتات الموبوءة تفرز ذبابا غريبا، الذبابة القرمزية أو الناموس الأبيض كما يسميه أهل المنطقة. ذباب تشكل الأماكن المضاءة الهدف المفضل لشن غاراته، والتي تزداد حدتها كلما ارتفعت درجة الحرارة أو حل الضلال، ليصبح قدوم الليل كابوسا يقض مضاجع الساكن. تحركت جمعية المجتمع المدني وبعض الغيورين والفضلاء لدق ناقوس الخطر وكشف معاناة الساكنة عبر جمع العرائض والتوقيعات ورفع الشكايات، لكن لا حياة لمن تنادي، فالجهات الوصية وصلت سباتها المعهود دون أن تحرك الساكنة. احنا مبقيناش كنعمرو المحلات بالليل، كنعسو برا في الخلا معرضين لساعات العقارب والافاعي هروبا من هاد الحشرات هاد الناموس اللي كيدخل لينا من هاد المرض ديال الدرك، من هاد المبتدئ الصبار كيدخل لينا في الليل المحلات ديالنا يوميا. هاكو هادشي هاد المشهد اللي كتشوفو فقط حيت ما غيبان لكم في البوله، وما راه هو منتشر في جميع الاجواء، غير في البوله غادي يبان لكم مزيان مع الضوء. حنا كنعانيو وعايشين واحد المعاناه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. المسؤولين ما كاينينش، متمساكنينش معنا في الباديه، المسؤولين ديالنا كلهم كيمشي كيسد ليه المحل ديالو في سيدي بنور ولا كلهم فين ساكن، وحنا راه لا من اللي يحرك الساكنين ولا لا من تشكي، ما كاينش اصلا حتى من تشكي لا من الدوي ما كاينش، ولا حول ولا قوه الا بالله. الشيء اللي غنقوله